السلام عليكم ورحمة الله. لسنا مجبرين على تبرير المواقف لمن يسيء الظن بنا. من يعرفنا جيدا يفهمنا جيدا، فالعين تكذب نفسها إن أحبت، والأذن تصدق الغير إن كرهت. أفضل شخص قد تصاحبه هو من يجمع بين الأمرين، الذي تستطيع أن تمزح معه بكل عفوية وتتحدث معه أيضا بجدية عن أعمق ما بداخلك دون أي قلق. الشخص الذي يتحدث مع نفسه ليس مجنونا، بل العكس، فقد أثبت علماء النفس أن من يستطيع خلق حوار متكامل مع نفسه يتمتع بمستوى ذكاء عالي وقدرات عقلية كبيرة. الاعتذار لا يعني دائما أننا على خطأ، لكنه في بعض الأحيان يعني أننا نقدر العلاقة التي تربطنا بالآخرين ونحترمها ونمنحها أهمية. الإنسان بكلمة واحدة قد تتعدل نفسيته أو تتعكر طوال اليوم، لذا فكر وثمن كلامك قبل أن تقوله لأي إنسان. تعلم كيف تتجاهل وكيف تقف وحيدا دون مساعدة أحد. تعلم ألا تعيش على الانتظار ولا تكن هامشا في حياة أحد، واستوعب أن لا أحد يدوم لأحد. ثلاثة أشياء لا تسمح لها بأن تسيطر عليك أو تخرب حياتك، بل استثمرها في صناعة شخصيتك: الناس والمال وتجاربك الفاشلة في الحياة. خمسة أشياء من رآها فيك استحق ثقتك: حزنك خلف ابتسامتك، حسن النية خلف فعلك، والحب خلف غضبك، والقوة عند بكائك، والمنطق خلف صمتك.